ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نشرت جريدة الأسبوع الصحفي أن عناصر الأمن تمكنت من فك لغز جريمة حي الرحمة بسلا، إذ تم اعتقال 14 شخصا لهم علاقة بالفاجعة التي راح ضحيتها 6 أفراد من أسرة واحدة، قتلوا وأشعلت النيران في أجسادهم. ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن مذبحة سلا لها ارتباط بتصفية حسابات بين العصابات المفككة وبين شخص آخر ينتمي إلى الأسرة المستهدفة، كان يتاجر في المتلاشيات بأحد المحلات المتواجدة في سيدي الضاوي بالمدينة ذاتها. المحققون في القضية فكوا خيوط الواقعة الآلمة، إذ تم التوصل إلى وجود خلافات بين المعني بالأمر وبين أفراد العصابة المفككة، وينصب ذلك حول مبالغ مالية غير مدفوعة أو مواد مسروقة جرى تسويقها. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.